السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم في موضوع يهم كل القنوات. بالنسبة لقناتي، يوم 25 اتوقف الربح عنها. هقول لكم دلوقتي السبب. انا عاملة الفيديو ده النهاردة عشان محدش يبقى في الموضوع بتاعي، يعني محدش يحصل له نفس اللي حصل لي في الموضوع بتاعي وقناته يتوقف عنها الربح. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنتعب في القنوات كتير، الناس اللي عندها قنوات وهي عارفة. طبعا فوجئت بالموضوع ده، وهو موضوع بيزعل جدا وبيخليك عندك احباط، خاصة ان انت بتكون تعبت في القناة واشتغلت وتفعلت وتفعلت القناة بتاعتك وتفعل الربح عليها. انا قناتي الربح اتفعل عليها من شهر واحد، صحيح انا يعني ما خدتش منها حاجة، لكن مجرد ان هي موجودة وبشتغل فيها وان هي متفعلة دي حاجة كويسة خالص. وبعد كده الفلوس او الربح يجي زي ما يجي. لكن اللي حصل ان قناتي توقف الربح لسبب، طبعا انا هقول لكم على الاسباب. هو في كذا سبب ممكن يوقف الربح، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده عشان يعني محدش يتعرض لنفس الموقف اللي انا يعني اللي انا فيه دلوقتي. انا في موقف لا يحسد عليه بصراحه يعني، ومش قادر اقول لكم الموضوع ده بيزعل قد ايه. طبعا انا دلوقتي هوريكم الرساله اللي جات لي، هخش على تحقيق الربح. عارفين يا جماعة الصفحة اللي هي كان بيبقى فيها الدولار اخضر كده وفيها اعدادات ادزنس وبيبقى فيها الربح والكلام ده؟ طبعا الصفحة دي خالص اتشالت من عندي، وفوجئت ان انا جالي طبعا رسالة على الجيميل، فتحتها الاول لما لقيت الدولار الاخضر قدام الفيديوهات مش موجودة. وبعدين لما دخلت طبعا على جهاز الكمبيوتر لقيت كمان الرسالة هنا كمان موجودة في كل، سواء في الموبايل او على الكمبيوتر او على اللاب. وهنا لقيته كاتب لي لم تعد قناتك مؤهلة لتحقيق الربح، وتبين لنا اثناء مراجعة اجريناها مؤخرا ان جزءا كبيرا من قناتك لا يتوافق مع سياسات تحقيق الربح في اليوتيوب. وطبعا بيقول لي شوفي راجع التعليقات والحاجات اللي احنا قلناها لك، هنقولها لك دلوقتي اللي اسباب وقف الربح على هذه القناة. تبين لنا في المراجعة التي أجريناها ان قناتك لا تتوافق مع الارشادات التالية لتحقيق الربح، يجب ان تتوافق قناتك مع كل سياسات تحقيق الربح. طبعا هنا الجملة اللي بالعلامة الزرقاء دي اللي هي سياسات تحقيق الربح، لو احنا فتحنا عليها، لان هو بيقول لك يرجى مراجعة قناتك واجراء التغييرات، فلازم انت تخش تعرف ايه المشكلة، ايه هي المشكلة اللي عندك. طبعا هو عامل كذا حاجة، فهل انا كل المشاكل دي عندي في القناة؟ ايه السبب؟ انا ما باخدش فيديوهات، يعني ما باخدش فيديوهات من حد. طب ايه اللي حصل؟ دخلت هنا برضو، هنا قال لك هنا اتكلم بعد سياسات تحقيق الربح من القنوات عشان ما اطولش عليكم. فقال هنا المحتوى المكرر والمحتوى المنسوخ، تمام، والمحتوى اللي انتج بتكرار، او المحتوى اللي عليه حقوق طبع ونشر. ماشي يا جماعة. طيب، وهنا كاتب لي هنا برضو الجملة دي، تغيير الغرض من محتوى مستخدم آخر بدون إضافة تعليقات مهمة وأصلية أو قيمة تعليمية. يعني محتوى مستخدم أنا خدته وأضفت عليه وهو غير أصلي. طبعا أنا ما خدتش أي فيديو من حد، لكن أنا قعدت أدور إيه اللي أنا خدته. أبص، أنا نزلت امتحانات، أنا بنزل على العموم ساعات امتحانات في أيام الامتحانات، بس أنا قبل امتحانات ثانوية عامة كنت نزلت عدة امتحانات كتير، يعني عدد امتحانات مراجعات وكده، جبتها فعلا أنا من مواقع فعلا، ولكن أنا طبعا يعني غلط غير مقصود، لان انا معرفش ان الموضوع ده ممكن يوقف الربح على القناة، خاصة ان قناتي متفعلة بقالها كذا شهر. فطبعا من الاخطاء يا جماعة ان حتى لو انت خدت صورة من موقع الكتروني دي مشكلة. في ناس كتير هيقولوا لك لا انت لو خدت فيديو بس، لا مش فيديو بس، حتى لو خدت حاجة من موقع الكتروني، انا مش واخدة فيديوهات، انا مثلا ممكن نزلت امتحان او صورة من موقع الكتروني، والامتحانات خاصة ان هي مش عليها صوتي ومش عاملة لها مونتاج عالي ولا حاجة، هي منزلها زي ما هي. فده طبعا ده اللي سبب لي وقف القناة.
اللي هو بنسميه محتوى تكرار المحتوى او محتوى مكرر، يعني اتعاد اكتر من مرة. وعلى فكرة مش شرط ان يكون انت حاجة، ممكن تكون حاجة بتاعتك برضو ويحسبها لك محتوى مكرر. يعني مثلا نزلت فيديو في القناة ورجعت بعد كام شهر ان هو الفيديو بتاعك عملت عليه تعديلات ونزلته تاني، اليوتيوب طبعا بياخد باله، الروبوت بتاع اليوتيوب بياخد باله من الموضوع ده وبنلاقيه ان هو برضو عمل لك مشكلة. فالمفروض تخلوا بالكم من الموضوع ده قوي. انا بقول لكم الموضوع ده لان حبيت اتكلم عشان في فعلا مراجعة بتتم على القنوات المفعلة عليها الربح، يعني يمكن كل 20 يوم او كل شهر. لو انت حتى عندك جزء من فيديو ممكن يوقف لك تعب سنة ونص او تعب سنتين، مفيش مشكلة عندهم، لان هم صراحة يعني عندهم قنوات بالملايين. فاي قناة بتعمل خطأ هو هيجيب غيرك على طول، مش هيستنى ان انت لما تصلح غلطك. وما تقوليش بقى ان هو بيبعت لك رسالة حقوق طبع ونشر والكلام ده، يعني انا ما تبعتليش رسالة انا توقف لي الربح على طول. ممكن ساعات بيكون نزل حاجة فيقولك دي عليها حقوق طبع ونشر وكده، لكن ممكن المحتوى المكرر ما بيستناش ان هو يبعت لك رسالة، هو بيوقف لك الربح على طول. طبعا انا وقفوا لي الربح يوم 25/7. اللي حصل بعد كده هو مديني هنا رسالة وقال لي اجراء تغييرات على قناتك وتقديم طلب للاستفادة من الميزة مجددا بعد تاريخ 25/7/2020. طب ايه الاجراءات اللي انا هعملها؟ اهو زي ما قال، تعديل فيديوهات او حذفها او تعديل بياناتها الوصفية. يعني الفيديوهات، اي فيديو فيه مشكلة المفروض على طول ان انا احذف الفيديو. بالفعل انا حذفت عدد فيديوهات هائل، يعني حذفت فيديوهات كتير وعليها ساعات كتير. انا الساعات كانت عندي 10,000 ساعة، طبعا قلت اهي خالص، قلت ما قلتش قوي يعني الحمد لله، بس لسه في فيديوهات تانية هحذفها فالساعات هتقل. وبعدين هقدم طلب في الحتة دي اللي عند المربع الرمادي، بس طبعا بعد 25/7 هنا بيبقى لونه ازرق، بضغط عليه وبقدم الطلب. طبعا قبل ما اقدم الطلب لازم اكون اي مشكلة في القناة عندي اصلحها، اي فيديو حتى لو جزء وانا معدلاه ومدخلة صور وصوتي، لا، لاني انا دلوقتي يعني واقع في مشكلة، ما ينفعش ان انا اجازف باي، حتى لو عليها مشاهدات. يعني انا في فيديوهات شلتها يعني عليها 5,000 مشاهدة و6,000 مشاهدة، مجرد بس ان انا واخده صوره، يعني صوره يا جماعه يعني. فانا ما بالك بقى لو انت واخد جزء من فيديو. فانا بقول الكلام ده عشان ما تستنوش لما تقعوا في المشكله بتاعتي، لا، انتوا دلوقتي وهي القنوات بتاعتكم عليها الربح ارجوكم اسمعوا الكلام من فضلكم لو سمحتوا، عشان تعبكم ما يروحش، لان الموضوع وحش جدا ومفاجاه. يعني انا موقف لا احسد عليه، يعني مفاجاه غير ساره خالص، طبعا مفاجاه وحشه جدا بالنسبه لي. فأي فيديو في عندك فيه مشكلة احذفه على طول، ما تقولش لا اليوتيوب مش هياخد باله، القناة وسط القنوات. ده في ناس كتير بتعمل كده، في ناس كتير، بس انت ما تعرفش الناس دي بتحصل معاها ايه. انا شفت، دخلت طبعا على فيديوهات كتير عشان اسمع لما لقيت الموضوع ده. طبعا انا كنت بلاقي اللي يقول لك محتوى مكرر ولاقي قدامي ولا مكبرة يعني، لكن انا طبعا اضطريت اخش واسمع، لقيت فيديوهات كبيرة اكبر من قنوات كبيره، اكبر من قنواتنا، ويتشال عنها الربح بسبب ان هي بتستخدم فيديوهات مش بتاعتها، مش محتوى حصري او صور او الكلام ده. فيا رب كده، احنا طبعا نتمنى الخير للناس زي ما نتمنى لانفسنا. فانا حبيت اقول لكم الفيديو ده عشان تتعلموا من التجربه بتاعتي، محدش يتحط في الموقف اللي انا فيه. وفعلا يا جماعه مش انا بس، في قنوات كتير بتاعتي دي كل يوم في قنوات بيتمنع عنها الربح. فارجوكوا ارجوكوا يعني خلوا بالكم من القنوات بتاعتكم، لان احنا بنتعب فعلا. وطبعا انا في اخر الفيديو بقول لكم اشوفكم على خير. اللي يحب بقى يشترك في القناة ويساعدني مفيش مانع، لو عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايك عشان يوصل الفيديو ده لجميع القنوات وتعم الفائدة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.